قالوا كيما قلت يا سي بوفايس بين وسيط ان بو بلو لوان في الميم انترفيو قالوا داك الصحفي اللي هو صحفي صغير يعني مازال شاب قال له باغي تصيدني مع خوتي المغرب قال له المغرب هما اللي داروا عاود هذا الكلام مره ثانيه مشى وشوفوا به وقال له بارك ما كتهضرش فيه ودار الا انه كان قرا السيد مع الجمعي صديق الحميم لبلال حنا عندنا بلال اليوم هو داك اللي في الاختفيش بحال بحال ما جو نشونج با اون ايكيب كي كان ثانيا حتى ظهري اللي كتشوف الفوق تحت الرعايه الساميه صاحب جريده السادس واش كتظن بانك كتدير شي حاجه على عباد واش حنا اللي سنينا خدامين كانوا تعصب علينا ونديرو تظاهرات باش نتمنى الله يعطيكم الخير الا خلينا هاد البيتي جورناليست يغلبنا وهذه 18 سنه وبلال كيجي في الملتقيات كلها غنخليو ربحنا حيت جا السيد وصيدو في كلمه واحده حنا غادي نقدموا للصحفيه ان شاء الله في جيجي بلال معاكم نجوم وقولوا له اسمعوا منه مباشره كنتكلم معاكم بكل سر يجي لهنا وتكلموا معاه وغادي نطلبوا له صحافته باش تكلموا معاه وما تسمعش كيقول عيطنا مؤخرا في الهاتف قال لك انا اللي داير لهم غيبه ماشي في الجزائر الضيفيه اللي كنعيشوا اليوم راه ضيفيه هامه سيدنا الله يسرو كانت عنده الشجاعه باش نرجعوا للولايه حيت لا شيزفيد عمرها ما دارت الفعل 32 سنه حنا غايبين ونخليو المقعد باش الجزائر سمح انا مغاربي ما عنديش لها التظاهره هذه عندنا حتى الشاب القادم طولوا داك الام المغربيه ام الجزائر علاش ما تكلمتوش عليهم نحاربوا عندنا كل سنه كنجيبوا ستاتي وسيدي علاش ستة كنجيبوا كل سنه علاش حتى واحد ما قال علاش ستاتي كنجيبوا الله يبارك حتى انا دبالي يلا هو اللي جاب لك الاولى اللي الله يبارك دبالي ماشي غير دبالي اللي كندير دبالي ما كنديروش بعض الناس اللي دباليين بعينيا خلص عليها هذا ستان دوبوا ما كنخدمش باش بيتو كومون دير بالجميل هذا ستان دوبوا وانا عندي غير على هذه المنطقه هذه حيت البحر نتاعها في الخصبه واحسن ما تبالا هما الدباله هما الدباليين ولكن الله يعطيكم الخير وتعقلوا ما نخليش انا صحفي مغمور يجي سيدنا باش يدير فينا كله علاش سيدي ما يجيبوش من هذه السبيله هذا قال لك قادم صالح قادم صالح خاتم في المغرب عندك ناسيونال تعلم واش مغربي؟ كل فنان جا عندنا المغرب كل خصو اللي جا مغربي وبالله عليكم كل عقال والوقت كي خصنا نستعملوه ميم نوس كون بير الباتاي راهو بيق با لاكير الهدف نتاعنا لماذا غدا بلا يولي مغربي إلا بغينا حنا كمغاربة الله يعطيكم الخير نكونو متشرين وما تكونش كنتهيجو حيت كل معروف بالنيف راهو ما تزارين حنا معروفين بالدبلوماسية وهذا السيد غادي نجيبو لهنا امام البلد وندرو معاه الصحفي ونسمعو واش غادي يقول غادي نسمعو ودنيكم ومن بعد بغيتو ما نبرمجوش ونجيبو راه كاين في الناس نزيد لكم حاجه واحده اخرى كنبغي نشكرك سميح الناس تعملك باسكو انت جالس قدامي تصنف فنان المغرب طلبنا خمسة مرات خمسة مرات بلال اللي معاه كامل الكاشي حنا كتقارنونا سي بغيتو مي قارنتينا مع حنا ما كنقارنوش نفسنا مع المنطقه نتاع الوالد هذاك المنطقه المغرب كله هذاك اللي كنا باش فعلنا جميع سوى المغرب في العالم التنافسيه العالميه انا ما كنقارنش راسي مع هذاك المنطقه ولكن يجد المنطقيات اللي كنتقارنوا معها احسن منطقه في المغرب هو جوهر ولا من ناحيه العدد من ناحيه الثمن باش نعطيه كل منطقه جا سي عمر الله يعطيك الخير الى اكسبتي كنكاشي هو كيهودو لتحت على قدنا راه ما عندناش باش نجيبو كاديم الصالح مليون و500 الف درهم ما عنديش الا شي واحد منكم عنده يجيبها مرحبا انا كنبغي كاديم الصالح انا عندي الميول كاديم الصالح اكثر من الميول بلال بلال ما كيفهموش كيقول ولكن انا كنحترم الشعب حيت الشعب المغربي كل سنه كيكون 300 350 الف الناس انا داك الناس كنحترمهم وهذوك ماشي شنكارة كيف كاتبين في الصحف الا كان عندنا 350 الف شنكار هذيك حاجه واحده اخرى وياك الشنكير ما غاديش نزولوه الا ما زولنا بلال غادي نزولوه بالترابي وغادي نزولوه بمسائل اللي هي اكثر من بلال